وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح مصر بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب، وأعلن عن تنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد بهذه المناسبة. موضوع الإرهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا ان احنا نخلصه، وفي احتفالية احنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة طيارة تنزل من 7 سنين أو 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. طب أنا هروح نعمل الاحتفالية ديت والعريش زي ما هي ورفح زي ما هي؟ لا، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر.